يفوز وكذا بارد مبرد. روان، سلام عليكم يا روان. وعليكم السلام، كيف الحال يا روان؟ الحمد لله تمام. روان، عارف المسابقة صح؟ ايوه. اباك تخالفيهم، اوكي؟ تمام. طيب حتفتحي التويتر ولا السناب شات؟ التويتر. التويتر. تويتر. انا قايل لك تويتر. ابو علي، ابو علي ترى ممكن يشارك. انا اقول يا اخي السناب شات برضو حلو. مو على كيفك، مو على كيفك. اقول مو على كيفك، مو على كيفك. قالت التويتر. انت مو على تويتر. ابراهيم تويتر. على تويتر يفوز. ايوه ناخذ منها اخر كلمه. ايوه تويتر. تويتر ولا 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 سناب؟ خالفيهم تفوزي. تويتر. تويتر ولا سناب؟ ها تويتر ولا سناب؟ لا تويتر. تويتر. الله عليك. ليه يا ابراهيم؟ انا قايل لك. طيب نشوف الشباب وش كاتبين. تويتر. يس. ايش يعني؟ وعشر درجات للنجوم. احنا الف 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 مبروك. احنا توافقنا معاهم يا جماعه. انت توافقتوا تفوزوا. احنا ما نبغى نفوزوا. انت توافقتوا تفوزوا. احنا ودنا الجمهور يفوز. احنا نبغاهم يفوزوا. انا عارف، انا عارف، وانا ودي انهم هم يفوزوا كمان. طيب كيف؟ كيف؟ بس لحظة، روان ما تدخل. خلوني أتكلم، خلوني. روان ما تدخل معانا في السحب؟ للأسف، لو ما فازوا الجمهور ما في سحب أصلا حيكون. ركزوا معايا، السؤال اللي بعده نروح ونقول. أيهما أفضل مذاقا بالنسبة لك؟ كبسة دجاج أم كبسة لحم؟ وكلها تدقها بالخمس يا اخوي. هذه اللحم. كبسه دجاج ولا كبسه لحم؟ لا لا، اللحم ممنوع عشان نقرص. هذا تلميح، يلغى السؤال. ايش يعني؟ هذا اعتبره تلميح ترى. طب ما قلت. يلا جاوب. الوقت الوقت. بسرعه بسرعه نجيب. بسرعه 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 يا حبيبي بسرعه. يلا 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 يلا. كبسه لحم ولا كبسه دجاج؟ كبسه لحم ولا كبسه دجاج؟ يا رب يا رب ما يفوز. خمسه ثواني اديني. 3 2 1. هلا كسرون. بسم الله وعلى بركة الله. ونقول ألو. السلام عليكم، من معنا؟ أشواق من الرياض. يا مرحبا أشواق. هلا بك أشواق. ترى لمحنا، ترى أشواق لمحنا. أشواق نبغاكي تركزي، أباكي تخالفيهم. إحنا قلنا، إحنا قلنا والله. إيوه بإذن الله، بإذن الله تجيبيها. ركزي بس، خليني أنا ألقي نظرة. إيوه لا انتبه من قاسي. طيب كبسة لحم ولا كبسة دجاج؟ أنا لمحت عشان تفوزي يا نقيب. لمحت عشان تفوز. لا لا لا، ما نبغاك تلمح. تلميح عندي. خلا خلش. كبسة لحم ولا كبسة دجاج؟ والله حرام. دجاج. دجاج والله حرام. خليه يفوز. نثبت. نثبت ولا ان شاء الله تبغى 500 يا نقيب؟ ها ثبت. ثبت. نقول ثبتنا. ثبتت. كبسة دجاج. وهم اختاروا كبسة دجاج. مرحى مرحى. احنا قلنا لكم لا تسووا فهلويين. احنا نبغى تفوزوا. للاسف للاسف اليوم اليوم ما ادري ايش بكم يا جمهورنا الكريم. بن قاسم، بن قاسم صلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هد بس هد. هد بس الان. يلا قلنا لكم يا جماعه الخير قاعدين نقرب لكم، والله نبغى ال 500 تروح لكم. ايش فيكم؟ نعم قلت لكم اللحم يجيب نقرس يعني. اقول اقول باذن الله باذن الله حيجيبوكم. طيب ويتعدوكم. السؤال اللي بعده يلا خلينا نروح للسؤال اللي بعده. انت معانا ولا مع الجمهور؟ انت معانا ولا مع الجمهور؟ انا مع الجمهور. لا احنا مع الجمهور. انت طيب. المفروض محايد. نحن اللي مع الجمهور. لا انت ما انت عارف. اسمع اسمع، الشاشه لك مالك العقار يا حبيبي. نعم. الشاشه لك. قال لازم تفوز الجمهور. الدعوه فيها الامور. ايوه لازم، عشان كذا. ايهما تفضل؟ طب تعال تعال. قبل السؤال قبل السؤال. حبيبي تفضل. يلا قول ايهما تفضل. افضل ان تكون ملابسي افضل تفضل او افضل ان تكون ملابسي باللون الفاتح ام اللون الغامق؟ هيا ها شوفوا انا ايش لابس. ها وهاني ايش لابس. هيا اختار. ما انا عارف غامق ولا والله لمحنا لك. يلا والله غامق ما ادري فاتح. هذا لون خربزاوي ولا ايوه عشان يعكس. غامق ولا فاتح يا جماعه؟ غامق ولا فاتح؟ الله ييسر يا رب يا رب. ركزوا بالله يا جماعه. يا و يا و يا اسمك انت بن قاسم. ما حبيبي الان لو احنا فزنا بال 500 حناخذها؟ لا ما تاخذها. اذا ما احنا مستفيدين، لازم الجمهور يفوز. اكيد والله أكيد. الجمهور يستاهل والله. اكيد اكيد اكيد. الاجابه ونقول الو. مين معانا؟ محمد. سلام عليكم يا محمد. يلا حمدتو. محمد اهلين. بالله تكفى ركز. انا ابغاك تقرا افكارهم كذا. ابغاك تقرا افكارهم وتخالفهم. اوكي يا محمد.
اي نعم. تحب الملابس الغامقة ولا الملابس الفاتحة؟ الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة سبع آيات. سبع آيات. الحمد لله رب العالمين. ايش رأيك نخليها غامقة؟ الغامق يا أخي كويس يا أخي. مو من صالحهم. ها فاتحة ولا غامقة؟ مو من صالحهم. والله عاد ثابتين على الخير الأول والخير في مختار الله. فاتحة؟ والخير في مختار الله. ثبت. ثبت يا حبيبي. يا محمد لا. ولا ها؟ لا ثبت ثبت. لا يا محمد والله وربي لا والله. نشوف قال فاتحة والشباب الفاتحة. مرحى مرحى. والله لو ابغى افوز ما راح يجيني الفوز هذا اليوم. والله لو ابغى افوز ما يجيني الفوز ده. لا الوضع اليوم ماش ماش ماش. عبد الرحمن تدري ايش السر؟ طب سر قاري وردي انا وابراهيم. طيب هيا صلي على الحبيب. اللهم صلي على محمد. كم باقي لنا؟ باقي لسه وقت ما عليك. باقي عندنا ثمانية أسئلة. خلاص خلاص كمل كمل. طيب السؤال اللي بعده. يلا والله يا جماعة الخير ما نبغى 500 لأن ما هي جايتنا. السؤال اللي بعده ولا نروح فاصل ونرجع؟ لا 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 تروح فاصل. أنا أعطيهم الجواب. طيب حنكتب. طيب السؤال يقول قول ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ركزوا معانا سيبوكم من عبد الرحمن والله يوتركم. إيه والله عبد الرحمن أنا ما أوترهم ولا والله حاجة. عبد الرحمن وتركم. أنا اليوم صراحة صراحة ها في أصرح من كذا. أنا قاعد أحلف أنا متفائل جدا. أنا هذا عليكم. شوف ركزوا يا جماعة. شوف أسمع أنت يا دحمي دحمي شوف مو منك والله من طقم الفروسية ده. الآن أنا بقول لك شيء. ها أنا قاعد أحلف له. أنا قاعد أحلف له. إيه دليل إيش؟ ما ادري اننا ما نبغى المسابقه. دليل انك لا تحلم مره ثانيه. الله لا تحلف لي ثاني مره حبيبي. لا تحلم. في منك بولينج. يلا طيب كمل. لا 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 قطع بهارات. الله عليك والله منور. اسمع بكره حسويها انا وانت سوا. الله اكبر. جميل جمهورنا الكريم والله يسعدكم. فاصل بسيط وراجعين لكم. شدوا حيلكم. يلا واحلى الجلسات هلا يلا يا جمهور يا ضي ونور.